أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: جاء في الحديث: لا تنتبذوا أكثر من ثلاث ولا تجمعوا بين خليطين، ما المراد بالجمع بين خليطين؟ وما حكم ما يسمى بالعصير المشكل أو الكوكتيل؟ الخليطان هما جمع التمر مع العنب، يعني مادتين، نبيذ يكون من مادتين، من تمر وعنب، أو من بسر وعنب، يكون من مادتين، هذا الخليطان. هذا فيه إشكال، لأنه إذا كان من مادتين يقوى على التخمر، بخلاف ما إذا كان من مادة واحدة فإنه لا يقوى على التخمر إلا إذا مضت عليه 3 أيام، هذا الخليطان. وأما المشكلات من المعبآت الآن فكما ذكرنا، هذه محفوظة الآن وفيها مواد تمنع تخمرها، فلا مانع ولو كانت مشكلات. نعم، أحسن وليست مثل الخليطين المنهي عنهما.